اسمي برهان، 13 سنة، اختصاصي في الفنون القتالية المختلفة. بدأت تعلم الفنون القتالية وعمري 4 سنوات، وكان محفزي ومعيني لأتعلم القتال أبي، وكان ذلك بملاحظته أني كثير الحركة في المنزل. وفي أحد الأيام أخذني والدي إلى صالة الفنون القتالية لشوكوكان، فرأيت المتعة في ذلك. أمضيت حوالي 6 أشهر وأنا أتدرب عند المعلم أحمد وامري، ومن ثم انتقلت إلى نادي زرواق لليوسيكان بيدو عند المعلم خفير، وأمضيت 8 سنوات وأنا أتعلم هذا الفن من القتال. ولما بلغت 12 سنة انتقلت إلى نادي أمافا المحترف للفنون القتالية المختلطة، وأنا الآن أطمح لأن أكون بطلاً عالمياً وأن أكمل مشواري في هذه الأكاديمية. واخترت أمافا لأنها الأفضل في المنطقة، تعمل باحترافية، لديها مدربين محترفين، لديها رؤية، هي سفينة لديها وجه. شخصية تأثرت بها في مشواري الرياضي الأسطورة محمد علي كلاي، ومن أقواله الشهيرة: إن لم تكن لديك الشجاعة الكافية لتحمل المخاطر لن تحقق شيئاً في حياتك.